صراحة في سب الدين هاي سب الدين. تاني عندك شنو؟ المجرم اللي اسمه الانصرافي ذاك اللي بيسب الدين ليل ونهار والشعب السوداني متابع له واحد بيسب الدين لله. البلد دي وتيجي تقول لي ما حلها في جوبة تاني لو جاء دينك ما بتعمل، لو جاء دينك ما بتعمل. قالوا لي انت انصرافي سب الدين؟ قال لهم انا بتعمد سب الدين. تعرف انا لما نيجي تاني يوم اقطع الزلط وجاء يقول لك صرف سب الدين، انا بتعمد. والناس متابعينه. اذا كانوا الناس بيتابعوا زول زي ده البلد دي بتدمر زياده. وقبليه الناس ما بتنسى المشكله، الشعب ده بينسى. قبليه كانوا الشيوعيين والقحاته باعتصام القياده بيسبوا الدين لله في السماء، وقالوا لو الله يده مداها عشان يفتح الشوارع يزيل المتاريس لقطعنا يد الله. ما بنعرف شرطه، ما بنعرف جهاز، ما بنعرف جيش. اي زول تجينا بنحشر له ونجيبكم كلكم. الجمارك ده مشي الحق الناس، والله انا اخترب الجمارك ده طلع دينا. والشعب قاعد يتفرج شكيدة. الله جاب الحرب دي يا اخواننا، فنحن لو ما راجعنا نفسنا وعرفنا نحن الغلطانين ونحن القاعدين نسكت على الشرك وسب الدين والكفر ودعاء غير الله والكفر اللي قاعد يجيبوا الصوفية والقحات والشيوعيين وغيرهم، لو ما نظفنا الكلام ده البلد دي ما بتصلح. حتى لو الحرب وقفت بتجي حرب اكبر منا واعظم منا، لانه الله قال في القرآن الكلام، والله قال دايرين الامن قال توحدوني والقبب دي ما تعبدوها ما تشركوا بي. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن. ديل أنا بأمنهم وبطمنهم ويعيشوا حياة سمحة واقتصاد عالي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الكلام ده واضح ما داري لك لك. فنحن شغالين ده لإعادة بناء الدولة السودانية. عرفت الكلام ده؟ بنبنيه من الشنطة دي إن شاء الله، وفيها غير الشيء الثاني جاي، عشان في ناس قاعدين ينظروا يقول لك ديل في شنو، انت اللي في شنو، انت اللي عملت للأمة شنو. احنا بننظف الان شغالين صنفره، لسه البوهيه ما جت. قال يا البدراء بنيه بنيه ناديتكم مصفي النيه، صف لهم النيه حتى الله ما بيشركم على البدراء. البدراء مقامهم عالي اغلى من الله عند طيب الجد والصوفيه الملاقيط معاهم. رفعوا شعار الشرك واشركوا بالله وحاربوا الله في سمائه، فكان هذا الغضب وهذا الهلاك وهذه الحرب. ده السبب يا اخوان. فيبقى عشان السودان ده تاني يرجع صح ويبقى فيه نعمه والناس تعيش في رخاء وسراء بعد ضراء، لابد ننظف العقائد الشركيه دي. فالشغل اللي احنا شغالينه ده لو اخلصنا فيه النيه لله والناس عملت به لله السودان بتصلح، لانه ربنا قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. الآن الناس خايفين ولا ما خايفين؟ خايفين، ما تقدر تشيل موبايل في جيبك، ما تقدر تنوم. الله قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يجيكم الأمن والأمان. 200 يا ربنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك في البلد دي جابوا الصوفية باختصار شديد. ولا ما نعمل محاضرات عنهم لسه، ده كله صنفرة في فرش في بوهي في رش كله جاي. والله ما أخلي حزب لاف على وجه الأرض إن شاء الله، لأنه ذيل الخرب السودان وما صوفية براو. بعدك في أحزاب سياسية لكن ما عندها دين، كلها ما عندها دين صحيح يعني، وكلها بتحارب الإسلام. أنصار حزب الأمة والاتحادي والبعثيين والشيوعي كلهم بيجوا معاك، والأخوان المسلمين شينا بتاعت حديد قاعدة كلها بجيبها إن شاء الله.